حياك الله عزيز المشاهد في الحلقة الثانية هالمرة ما في لثامة خلاص اليوم ماشي برد خلاص اكتفينا منها وبسم الله نكمل الديمو. طبعا ما توقعته الأمانة توقعت يعني أبو 5 دقائق 10 دقائق كذا. صح أني طولت في المشن الأول في الحلقة الأولى بعدت أكثر مرة ولكن كنت مصمم أني أسرق البيت وهو موجود وللأسف يعني طولت المقطع. بيك بوكيتينج لا في سرقة من الجيوب والله أنا في نصيحة يا أخوان ما فهمتها أنا بس الظاهر يمديك تسرق من جيوب الناس وهم يمشون. يلا بداية خير يلا صباح خير. Learn to pickpocket. Time to dig a bit deeper into people's belongings. بدأ يعلمني نسرق من جيوب الناس. حبيبي ما يحتاج أنا ليش شفت بيتنا مشويش. لا واضح إني والله إني داخل شو اسمه معي تلفون مدمج. دقيقة أنا ليش أرجع الأغراض هذه كلها في الستور خلها معي ببيعها بشوف الأسعار وكذا. يقول يطور المهارة. احنا في الحلقة الأولى طورنا البيك بوكت بس لا استغفر الله طورنا اللوك بيكينج ليفل 1 وفتحنا فيها بيت ابن الذين هذاك اللي عذبنا والحين بنفتح البيك بوكتك. اوكي بقلنا يمدينا مهارة ثانية الكترونيك ديسيبل سكيورتي ونهكر الاي تي ام يا اخوان الصراف الآلي ونسحب. لا واضح ان الجزء هذا مولع والله. نرد على هذا نشوف ايش عنده. Someone random for now. We'll see how you do. I suggest going for someone less vulnerable, not muscular. يقول لي روح جرب على اي احد في الشارع تسرق منه بس انصحك ما تروح عند اي واحد معضل. تجنب المعضلين. شوف لك واحد اذا صادك يمديك تتفاهم معه. ما نشوف الا واحد مساكين كذا يمدينا نتقاوم. اوكي يا اخوان نتمشى في انحاء الحارة. وش رايكم؟ والله توني مرسبن يعني فكرة طيبة والله فكرة طيبة. نصفط هنا نزل الموتر الطيب يا رعلودي معليش نسكر الباب يعني ولا مسوي انك زعلان ليش انا موقف فوق رصيف يعني مش عاجبك؟ لا والله مش عاجبه يا اخوان. ها انتظر لما اخلص. وين ايوه الله يستر لا يجيني شرطي الحين. هذه دخلت في مكان والله ما حد درى عنه. لو دقيقه في توتوريال يا اخوان يقول لك تراي بوك بوكيتينج ذا يا اخي دقيقه بيك بوكيتينج تراي بيك بوكيتينج ذا براكتس مينكو. يقول لك فيه بار بيطلع لازم اليد تكون في البار الأخضر والبار الثاني انتباه الناس لك وريمبر تذكر أن دائما تطالع إلى الشخص اللي تسرقه مباشرة ما تتلفت يمين ويسار. أوكي حاضرين. في أي نصيحة ثانية؟ ما في أي نصيحة ثانية بسم الله. أتوقع أن الشخص اللي يمشي ما ينصحوني فيه بس هذه مش من ضمن النصايح يعني بسم الله. اوكي 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 والله اني فهمت. حلو 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 تضغط الماوس يا اخوان عشان تحرك اليد هذه البيضة عرفت تسحبها مع الاخضر اللي يمشي وكل ما فكيته يرجع لليسار. والله العظيم تحكم ممتاز. قلت ATM دقيقة طيب عندنا مش احنا موصيني اروح لل ATM واشتري الستيل جير من هناك. ستيل جير الظاهر ان الموقع شرطي فريز ليش فريز يا ابن الذين فريز ليش ايش سويت انا تشيك بوينت سويت ايه يا اخوانا ولا وجهي لا والله الناس عشان موتري اللي هنا يمكن واقف ايش دخل صيدني هناك كان يدور علي والله ما اعرف. اي والله رجعني للمشن يقول لي يسرق واحد بس ربي اعيده مليون مره ما عندي مشكله عشان يجيني الشرطي يا اخوان خلنا نوقف في باركن لازم ارجع هذه والاودي نفسه ابن الذين واضح ان نعاد اليوم والله يا اخوان ما ادري ليش ثاني مره اتذكر لعبه 12 دقيقه اللي نزلت فيها مقطع قبل اسبوع عباره عن يوم ينعاد عليك كل يوم ليه ما تحل اللغز ترويج للمقطع يا ريت انك تشوفه اذا ما شفته. ايش رايكم في التسويق بس نرجع للمشن بس هالمره راح نسرق لنا واحد معضل عشان ابين لكم قدراتي يا اخوان. ايش رايكم نسرق الشرطي بكبره؟ هل يمدي؟ ما يمدي اللعبة تخاف
نسرق واحد ورا قدام ورا الشرطي، ما كيف قدام الشرطي. دقيقة يا اخوان خلي هذا يرجع. الله يخرب بيتك، ايش رجعك انت؟ شوف اضغط اضغط يمشي اضغط. حلو سرقناه. نمشي ولا كان صار شيء. انا مشتبه فيه. هذا معصب يقول لي روح اجيب الاي تي ام هاكينج تول من الموقع. اوه هذه النصيحة كنت احتاجها يا شباب في الحلقة الماضية. الباسنج تايم تذكرونه، توقف في اي باركن او ترجع لسريرك وتنام حتى ان الوقت يمشي. والله انا ذكر اني كنت اسويها كثير، اوقف في احد الباركنات جنب البيوت وانتظر الوقت اللي يكون فيه الشخص برا البيت واخلص المشن سريع سريع. بس اعذروني والله اني نسيته، ما زلت افتح الابواب بشويش. والله يا جماعة حرامي مخضرم، حتى في بيتك افتح الباب بشويش، يمكن يكون في حرامي داخل بيتك وتصيده. عرفت؟ نيجي عند الستيل جير يقول لي حق الاي تي ام هذا وين هو، هذا اي تي ام هاكينج تول، لازم نشتري السكيل حق الالكترونيك اللي هو هنا. وهذا الالكترونيك سكيل اللي قبل شوي شفناه، ديسيبل سيكيورتي هاك اي تي ام. حلو نهكر الاي تي ام والحين يمدينا نشتري هذا ما عندي فلوس يا اخوان، ما عندي فلوس. انا هروح نبيع السرير هذا واللوحات هذه والكتب. $1000 تذكرون المشن الاخير ما اعطاني ولا شيء، والله العظيم ما اعطاني ولا شيء، وما زلت افتح الابواب بشويش. الله يا شطو. لا 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 يا اخوان عشق هذا اللعب. انا دقيقه يا اخوان بلعب مع نفسي. احرك هذا هنا وارجع احرك هذا هنا. هذا قمه الذكاء انك تلعب مع نفسك، تحارب عقلك الباطن. عرفت؟ المهم امور مالكم فيها يا اخوان. نجي الاغنيه هذه نطفيها. خلاص انا زعلان والله العظيم. شغل شغل حزين مره ثانيه. من وين الفلوس يا اخوان؟ اذا في شيء هنا عندي في الستور بشله. توستر، عندي توستر بثلاثه. اوه دقيقه يا اخوان والله التوستر بيفيدني. خلينا نفضي الاغراض هذه اللي نحطها في الصندوق، نحطها في الصندوق. هذا كله ببيعه. ايش هذا؟ بيسك لوك بيكينج. اوه حسبي الله على المشن الاخير، اشترت منه كثير عشان اخلصه المشن الاخير. الا الكالكوليتر نحسب فيها الارباح. طيب الحين فضيت في الصندوق عشان هذا كله، بس اشيل التوستر معي. خلنا نروح للباون شوب ونبيع اغراضنا نشوف كم المبلغ اللي بيجيبنا. هلو شوف لي الاغراض هذه كم. التوستر ب50، بس اتذكر اني كان على اساس اني بجمع في الحلقه الاولى مع الخلاط، لكن خلاص يعني الفقر يا اخوان. ببيع الاغراض كلها، نشلها من الستورج. المنبه تذكرون اللي سرقناه يجيب لي $40. اليوفون هذا ب150، البوت 20 25، بروجيكتر 120. اليو اس بي هذا يا اخي توقع فيه لفضايح، ما ودي ابيعه. في تلفونات عندي كثير يا اخي. الوالت اللي سرقته، اوه التلفونات اللي جالس اسرقها يا اخوان، تفكرون باللي افكر فيه؟ والله لا اجمع ام الالف من التلفونات هذه. بس لا دقيقه، انا عندي حركه افضل وافضل. البروجيكتر والتلفونات راح اخليها معي زين. المحفظه ببيعها وبروح للموقع، لان الموقع اتوقع يعطيني اسعار افضل. شوف حتى هذا ينصحني يقول لي البلاك بي افضل لك انك تبيع فيه. يا ريت عندي تابلت بالتلفون اقدر افتحه، صراحه بتكون اضافه اسهل لي من اني اروح وارجع. ايوه الهيدفون، ايوه بن درايف ميسنج ايتم. هذا اللي سرقته يجي هنا ويقول اللي حصله ب 450 وانا اللي سارقه وبرجع ليه. بس اتوقع اني بعته. هذا المشن يا اخوان بيعطيني 1000، لكن لازم اجمع 3 تلفونات، واحد منهم الحين معي اللي هو ب 120 ابيعه هناك. شفت كيف؟ وهذا الفليب سمارت والله اتوقع اني بعته قبل شوي لكنه كان مكسور. وهذا السني فون، خلنا بنروح نسرق تلفونات ونسرق اغراض ونشوف ايش اللي نقدر نبيعه هنا وايش اللي نقدر نبيعه عند الباون شوب. في مشنات برضو يقول لك، يجيك واحد هنا في الموقع هذا يقول لك روح اكسر بيت جارنا الله يرحم والديك رقم 102 وبعطيك $300. وهذا نفس الشيء، اكسر مدري ايش وبعطيك $300. اوه $500. نوك اوت ذا جارد يقول اجلد لي الحارس. شكلهم يبون يسرقون المصنع داخل ويبون يتصرفون. اكسبتد حبيبي $500 سير فيه.
أنا أتوقع أنها حركة مقصودة من اللعبة أنهم في المشن الأول ما يعطوني فلوس عشان أجلس أحفر كذا، يعيشونك جو الحاجة إلى الفلوس وتروح تدبر بتستكشف اللعبة وكيف تجمع، فحركة برضو أهنيكم عليها. طيب البيت هو Construction Zone 104، ندور على 104 مثل ما تشوفون في الماب تحت، هذا 104. طبعا الديمو الظاهر يعني المكان صغير فما أشوف أي باركن يعني رسمي أبركن فيه. شوف تقدر تضغط سبيس وتقول أخذ لي غفوة لين الساعة 8 بالليل مثلا، الحين الساعة 3:30 العصر. يا سلام، أتوقع كان قبل يسوي لي سكيب، الحين صار يمشي لي الأجواء كذا، سبحان الله. وهذا موجود 3 ساعات من 4 ساعات السيارة ما تحركت. المهم الجو تغير. الحارس هذا هو الحارس يا أخوان اللي نجلده. دقيقة، وين القب؟ أنا أحسب نفسي ألعب كافيه سيميليتر يا أخوان. طيب كيف نجلده؟ ما يعني ايوه هذا اللي كنت ادور عليه، هذا اللي كنت ادور عليه. تذكرون يوم اقول لكم كنت بغيت اسوي لكم بروفيشنال كذا واراويكم الحركات اللي اطل. المهم كيف اجلده؟ نوك اوت ذا جارد. ادعمه بالسياره يعني ولا؟ السلام عليكم. يمكن ننتظره يطلع من المكان هذا يوم يروح البيت نجلده، ما ادري والله. طيب هل يمديني اكلمه؟ او يمديني ادخل. اوكي الحين بس يبينا يوم ينام، اتوقع فترة الصباح الحين بسهولة راح نمشي الوقت ونرجع له. خلنا نرجع الساعة 7 الصباح. خربيتك انت. او سيكوريتي بوث الساعة 8. شوف في مكانين، في اريا 4 وفي سيكوريتي بوث. الساعة 8 بيروح للسيكوريتي بوث اللي ما ادري وش هذا، او يمكن هذا السيكوريتي بوث اللي هو الغرفة حقه، ما ادري. بس المهم ان هذا اريا 4. ايوه مجرد ما يمشي من هنا راح ندخل. warning 24 hour video. ايوه انكشفنا يا اخوان. وين الكاميرا؟ هذه الكاميرا. حلو حلو حلو. بليز نو سموكينج، ابشر. هل في مدخل ثاني من هنا؟ فريت ابو المكان يا اخوان، ما في اي مدخل ثاني وهذا لسه صامل هنا. على بال ما تيجي الساعة 8 خلنا نزرف لنا واحد يا اخوان على السريع كذا، الوضع فله والله. ابوك على السريع يا اخوان. اوكي وصلت الساعة 8. شوف شوف وين راح. ايوه يدخل ينام اتوقع او يستريح، فيمدينا في هذه الفترة نفتح الباب. لكن هذا الغثيث لازم يوخر. الحين هو على اساس ما يشوفني، ها ما ادري والله. ما حد شاف، ما حد شاف، باقي اثنين. والله اني فهمت له، فهمت له اكثر. خلاص انا مفروض الماوس احطه هناك اخر شيء في عند الدائره يعني، فهمت علي؟ بحيث اني اتحكم بالحديده هذه اسهل. خلنا ندخل. الحين عندك ميشن، خل منك الشروحات اللي ما لامها داعي. كانها انتبه لي. اوكي الحين ايش نسوي بالضبط؟ هل يشوفنا؟ كيف كنا نسوي بيك؟ يخرب بيتك يعني كيف نجلده؟ طيب انحشرنا هنا. ايش احط له؟ ثواني يا اخي، انا ايش اغراض معي حتى اني معي درون؟ نسيت سالفة الدرون والله. اوه نتحدث الان يا اخوان. وليش افتح واسكر ومدري ايش؟ المهم الساعة كم بتجيني انت؟ الساعة 12 مدري الساعة 1 بيطلع من مكانه. يا رجال راي طويلة انت. شوف انا بتحرك هنا عشان انه ايش يجيني كذا. ايوه بسم الله. والله يا اخوان صراحة ما فيها واقعية اللعبة. طيب نرجع يا اخوان محاولة الثانية. هالمرة في الليل. بدروم سليبينج، ينام يا اخي العزيز ينام. ولا معليش اوكي انا في مكان ثاني. هذا ما ينام، هذا ما ينام.
ما ينام وش يسوي؟ مفروض انه يجيه هذه الساعة 3 واشوف ايش جالس يسوي. شوف يجلس يهجول. اوه يروح مكان ثاني. اوكي ايش المكان الثاني هذا؟ اريا 1 بعدين يجي اريا 2. اوكي يمدينا يمدينا. بسم الله بسم الله بسم الله. بيشوفني بيشوفني بيشوفني. واضحة والله واضحة. ها كيف؟ ما يضرب يا اخوان والله ما يضرب والله ما يضرب. بعدين انا يوم وقفت وراه شفت يمديك تسرقه قلت خلني بسرقه وبعدين متلت. جلست افكر فيها عرفت؟ جلست افكر يا اخي طمعان بالفلوس. لا حول ولا قوة بالله والله الطمعشين. بس حلو حلو يعني انا وعدتكم اني ما اكثر يعني في المشن لكن ورب الكعبه يا اخوان اني احاول واوعدكم الحين راح اخلص المشن هذا. بس في شغله لفتت انتباهي. كيف عرفوا الشرطه؟ هل مشيت في مكان الكاميرا هذي؟ ها اعطاني ظهره بس واضحه يا اخي واضحه يعني انا كذا ادخل يا اخي حدود الكاميرا بعيده هناك مستحيل هناك ما اقدر اروح له. واتوقع الدنيا كلها كاميرات ولا عندي المهارات الكافية اني شو اسمه اخرب الكاميرا وهاكينج وكذا. معي 30 ثانية بسم الله. ثلاثين ثانية بغير مكانه. صادتني كاميرا وانه اقسم بالله كذب. جت الشرطة. ما يمدينا اجلده ما يمدينا اجلده يا اخوان والله ما يمدينا اجلده. وات شرطة جالسين يدورون علي هناك و